مايرك دقمدا عير جابو إسماعيل حاج نور يقار كمدا حل دبانة قلها الدقان كدقمدا عير جابو أي تعسيو دري قويسكي قرابدي يقرن كيو كجير يودي الله نحرستي مرحوم حل دبان عبد الرحمن محمد تليان له وابني مدي حل كو جير يودي عسبتال كويا لدل كهنديا هل كاسو حل دبان كو تجي حالة عافيمات وحنا والله نحرستي مرحوم كو كمدا حل دبانة قلها وكيلة الصوماليلان جارهانا كو الله قصو دورتو قبل كسناج إن الله وإن راجعون كل نفس دائقة الموت وحن تعسيدا ترايادا ودرينا قريد وقريد عبد الرحمن محمد تريان لي وها نين عروس ومانتا دركة كبحي إلهي وحن برينا إنو جندي جند الفردوس قيوه قرنك يوم مضى يرعير قابو وحن الله يقبر لنا أن وحرون وبدلو سمري ما نقصيه محمد محمد محمود طليني قرنك شمال لين يو لما انضت كيو كبحي وعروج سكوتر تو حاسك سكوتر مريا شاع إلا يسمري ما نقصيه إلا يسقنا كلنا فردوسها قليو قبرك هو واسعيو وحن هل كان تعسي تيرانيو لو قدرينا قويسكي عبد الرحمن محمد تليان له بوكا جيريودي يو قرن كرير سومالي لان يو أمد رير سناك و يدنا وقها نووي نوعانا وما أنت آدي آد آن وحساب تمن شرقي رير سناك لنع كستبها أهاتو وحن لان هاي إلهي إلهي السمير يو إيمان هاي نقسي يو دمانتين وحانو هل كانت عسي تيرانيا لو قدرينا ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag ee uu ka soo jeeday marxuun Cabdiraxmaan Maxamed Haliyanle oo ku geeriyooday dalka Hindiya waxaanu leenahay Ilaahay samir iyo iimaan hayna ka siiyo dhammaanteen ehelka iyo qaraabadana waxaanu leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idinku bedelo wax khayr qaba samir iyo iimaanna Ilaahay idin ka siiyo nahay baarlamaanka Soomaaliland oo dhan reerkii qaraabadii ehelkii samriye iimaan ilaahay naga siiyo jannadana allah waafaj marxuun cabdiraxmaan maxamed talyanle iyo bulshada uu ka baxay reer soomaaliland gaar ahaan xaaskiisii caruurtiisii ilaahay waxaan uga baryay janna firdowsa ilaahay uu geeyo albaabada inuu balaqo wuxuu ahaa nin islaama mar hadii markhaatiga loo furo ilaahay inuu jannada u waasciyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تيفي مقالة عرقابو